الادارات الانديه تجتمع مع الهيئه التطبيعيه ويقررون من كيفهم. هاي ابسط شيء، يعني انا يعني لاعب محافظه جاي من الناصريه، 8 أشهر انا ملتزم، يعني مع احترامات الجويه هسه انا ما سامع شيء على الجويه، بس اتمنى من الاعلاميين ان يوقفون ويانا احنا اللاعبين، لان احنا اللاعبين والمدربين يعتبروننا الهيئات الاداريه والهيئه التطبيعيه يعني الحلقه الاضعف. شنو لازم يوقفون ويانا انتم كاعلام، وهاي لازم توقفون معنا. شنو يرضيكم يعني حتى نوصل لحل يرضينا تسمع الادارات كابتن علي؟ أول شيء يعني الهيئة التطبيعية والاتحاد الآسيوي، يعني قبل فترة الاتحاد العراقي السابق قدم للاتحاد الآسيوي قال لهم هذا شأن داخلي، ما نقدر احنا نقرر نسبة أو نقطع نسبة من عقود اللاعبين، شأن داخلي بين اللاعب والإدارة. محمد الهاشمي يطلع يقول احنا نقطة 30%، على شنو نقطة 30%؟ طيب ما عليك يعني وين حق اللاعبين؟ من يطلع أنت اليوم كلاعب أو كتيم فريق القوة الجوية، شنو اللي يرضيكم؟ أكيد متحدثين فيما بينكم مع اللاعبين، أنت نفسيا شنو اللي يرضيك كلاعب؟ شوفوا كابتن علي، خلينا نكون واقعيين، اكيد يعني جائحة كورونا اثرت يعني بعض الشيء، احنا هم ما نقبل، بس اتمنى نوصل الى حل بين اللاعب والاداره،